أهلا بكم مشاهدين في حلقة جديدة من هنا ليبيا، ونبدأها من هذا الموجز الإخباري. إذ وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة ببدء تنفيذ منظومة الجوازات الإلكترونية بما فيها جواز السفر البيومتري وكذلك البطاقة الإلكترونية وفق ما نشرته منصة حكومتنا عبر صفحتها على فيسبوك. أعلن مدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاجة موعد تنفيذ مشروع محطة الصرف الصحي في سبها، مؤكدا استكمال الإجراءات التعاقدية الخاصة بالمشروع ومصادقة ديوان المحاسبة عليها. بحث وزير العمل والتأهيل بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عبد الله الشارف الحومة عديد الملفات المهمة والخاصة بمدينة سرت، ومنها استكمال المشاريع المتوقفة. بحث وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة مسلم قريف مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح استعدادات تنفيذ انتخابات المجالس البلدية التي ستجرى للمرة الأولى تحت إشراف المفوضية. تسلمت مخازن جهاز الإمداد الطبي فرع فزان شحنة من المستلزمات الطبية المتنوعة لتغذية المستشفيات والمراكز التخصصية ومراكز الرعاية الصحية الأولية المنتشرة بالمنطقة الجنوبية. أعادت فرق الصيانة في شركة الكهرباء التيار الكهربائية إلى مناطق في الجنوب انقطع عنها التيار جراء أمطار هطلت في الأيام الماضية. والآن نذهب إلى مدينة درنا لمعرفة آخر المستجدات في المدينة وكيف هي أصداء الهاشتاج راكم تنسو درنا الذي انطلق الأسبوع الماضي مع مراسلنا إبراهيم غضبان. إبراهيم، ما هو جديد لديك؟ تفضل. نعم محمد والأستاذ المشاهدين، طبعا نحن الآن تجاوزنا 3 أشهر على فيضان درنا الذي خلف الكثير من ربما المصاعب للشركات والجهات العاملة داخل المدينة. شاهدنا اليوم داخل جولة مدينة درنا البدء الفعلي في مقايسات والرفع المساحي لبعض الجسور التي هدمها الطوفان في مدينة درنا. نتحدث هنا مثالا على سد وادي الناقة الذي يدخل في مدينة درنا من الجهة الغربية من خلال الشركة المصرية للمقاولون العرب التي سميت ترقيما سدي 8 و9. ايضا وسط المدينه هناك بعض الصيانات لعده مقرات، ربما سنتحدث عن مستشفى الهريش الذي يقع في وسط المدينه، كذلك مسجد الصحابه الذي زالت عمليه الصيانه من خلال شركات محليه، ايضا مدرسه الزهراء ويتقع بالقرب من مسجد الصحابه وسط المدينه التي تم العثور في خلال الايام الماضيه خلال حمله التنظيف على جثة متحللة داخل المدرسة. هناك أيضا أعمال الصيانة المستمرة في عمارات الشركة الكورية تدخل درنا الغربي. هناك لاحظنا اليوم تقدم مستمر وملحوظ في صيانتها من خلال شركة برقة الليبية للمقاولات، حتى أن بعض الشقق وصل لمرحلة أرضيات كما نسميها السيراميك الأرضي تجهيزا لتسليمها لأصحابها. ربما نتحدث محمد أيضا وسط المدينة من خلال جولتنا هناك شركة الاتصالات حقيقة تعمل منذ فترة طويلة على حفر قنوات خاصة بشبكات الاتصال والكوابل الألياف البصرية داخل وسط المدينة المتضرر جدا من الفيضان. أيضا هناك صكوك شبر الضرر التي يتحدث هناك بعض النشطات في الفيسبوك عن توقفها من خلال تواصلنا مع لجنة تزييح هذه الصكوك ولجنة الحصر، أكدوا لنا أن اللجنة لا زالت تعمل على الأرض من خلال عدة لجان حصر، وصل عددها إلى 4 لجان، وتم تقسيم الأحياء إلى مربعات حتى تسهل عملية حصر المباني المتضررة. أيضا خلال الأيام القادمة يتم توزيع صكوك على مجموعة أخرى ودفعة أخرى لم تحصل على هذه الصكوك التي لا زالت تعمل الأرض من خلال زيارتها الميدانية. أيضا محمد حملات الحرس البلدي لا زالت مستمرة على محلات اللحوم والدواجن والسلخانات التي تم ضبط الكثير منها التي لا تعمل بشكل مطابق للمواصفات الصحية، حيث تم إغلاق عدد كبير منها ومصادرة محتوياها بالتعاون مع الغرفة العسكرية الأمنية درنا.
سنتحدث أيضا عن خلال جولتنا اليوم. رأينا ممكن حركة المرور، جهاز مرور أيضا داخل مدينة درنة يعمل بشكل دوري على تنظيم حركة السير وسط المدينة. أيضا سنتحدث محمد من خلال مدينة درنة التي واكبت الصباح اليوم تسليم عدد 2 من الرفات لذويهم بعد التعرف عليهم من خلال حمض الدي ان اي بمدينه طرابلس. هؤلاء الضحايا كانوا من ضحايا الجماعات الارهابيه الاغتيالات السابقه لجماعه داعش التي كانت واصله في مدينه درنه ومسيطره عليها. تم تسليم رفات 2، احدهما لعائله الطشاني والاخرى لعائله المصماري. تم دفنهما صباح هذا اليوم بمقبره الفتائح. المدارس محمد تعمل بشكل ايضا بشكل يومي في بعض المدارس الناجيه من الفيضان التي احتوت طلبه مدارس اخرى متضرره. نذهب بك الى البحر محمد، حيث ان البحر لا زال يحمل العديد حقيقه من الضحايا الذين نبحث عنهم كل يوم. ففي الايام الماضيه تم العثور على 20 جمجمه شرق مدينه درنة وتحديدا في شط ام بريكات الذي يبدو لا زال يحمل الكثير من الرفات المتحلله. ايضا وسط المدينة تم العثور على جثة داخل مدرسة الزهراء وجثة في شارع البحر. لازالت هناك عدد من المفقودين نحصر عليهم هنا وهناك في الأرض وفي البحر الذين يخفيهم هذا الطوفان تحت هذا الكم الهائل من الطمي والركام. نعم. رغم الألم طبعا الذي يشعر به الكثير من سكان المدينة الزهراء، فقد الناس والأماكن الجميلة للذكريات، ولكن يظل هناك أمل بعودة حياة مدينة درنة الزاهرة من جديد. من درنة مراسلنا إبراهيم غضبان، شكرا جزيلا لك. ما تزال بصمات دانيال جاثمة على مناطق الجبل الأخضر التي انهارت أغلب الطرق فيه. ففي منطقة جرجار أمة يعاني السكان من انقطاع الطريق الذي جرفه الوادي، الأمر الذي تسبب في عدم وصول الخدمات وعدم قدرة السكان على الوصول إلى المناطق المجاورة. كيف الحال؟ طيب. أول مرة ربي يعينك ما شاء الله. الله يبارك إن شاء الله. الطريق هذه إيش لها عندك مقطوع؟ والله كذا يا صاحبي نقول لك حاجة، ما فيش داعي الواحد إنه بيكسر كلام وكذا، لكن كل حاجة قاعدة بالعين المجردة. نعم. الطريق شوفت عينك. والله كي تمطر عرفت العملية تسكر بك. ونحن نصبوها؟ نعم. ويومية نفس وجوه. يوميا تمشي وجوع عليهم؟ يوميا نمشي وجوع. والعيال يستفيهم لما تمطر. لما تمطر كل حد يقعد برا. يقعد برا. ربي يعينكم ان شاء الله. ربي يعينكم ان شاء الله. تفضلوا معنا. بارك الله فيك. ربي يعينكم ان شاء الله. بارك الله فيك. الله يسعدك. سكان المنطقة أنا؟ ان شاء الله. حق فيك تمشي على طريق البيسة وين ماشي منين؟ البيسة والله ماشي الحنية تو انا. الحنية كان في عبارة هنا ولا كان؟ كان في عبارة لكن لما جاء السيل شيلها بكل ما عادش فيها عبارة. من فترة الحصار؟ من الحصار. اي نعم. طبعا شل كان في بوتو هنا؟ لا. ما حول لكن. باهي البنزين الغاز كيف يوصل فيكم انتم من الخدمه؟ والله هي هو يصير مرات يسعى عن طريق بس المغادي. اي نعم. وهلا ما عادش يمشي السياره. ما عادش يمشي السياره. ربي يعينكم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. معاناه عارفينها معاناه، ربي يعينكم ان شاء الله. ربنا يعينكم. مربوحه ان شاء الله. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. نحن قاعدين في منطقه جرجار امه على اليد اليمين هو مقر المجلس البلدي لبلديه الساحل. والجهة اليسار هذه هي منطقة الحنية والحمامة. هذه الوصلة اللي توصل في طريق جرجر أمة. الوصلة اللي انهارت اللي تشوفوا فيها وراي انهارت من السيل، لما جاء السيل من الوادي اللي هو جاي من عند وادي الكوف والسيل الوردية قندولة عمر المختار كله جاء من هنا وشال معه العبارة. لنا ما يقارب عن 3 شهور ومعهن. 3 شهور ومعاهن في بشر قاعدين جوا في الحنية الحمامة بست ميبرة، هذين كلهن يبي يراجعن للمجلس البلدي. المجلس البلدي مقر المجلس البلدي هو في جرجار أمة. الوصلة هذه انهارت، إضافة إلى أن سيارات اللي كيف ما شفتوا توا سيارات الكبار اللي جن، سيارة البنزينة، سيارة المحروقات بصفة عامة اللي جن والغاز اللي جن للمناطق اللي قلنا عليهن، هذين بيجون مع طريق هذه راهو الجسر وادي الكوف ممنوع عندنا سيارات كبار يخشن معاه. فكانت معاناه، يعني معاناه بمعنى الحقيقي للمعاناه. الطريق هذه مستلمتها مصلحه الطرق والجسور
اللي في طرابلس اللي تابعة لحكومة الوحدة الوطنية، أن في طرابلس تقدر تدير طريق تقدر تديرها 10 كيلو، راهي هي 10 كيلو طريق تقدر تديرها في يوم، في يوم شارع في طرابلس يبقى مقطرًا، يوم واحد في طرابلس شارع يبقى مقطرًا. نحن هنا تعاقباً أربع حكومات وخمس عمداء بلدية عليها الطريق وما انتهتش، ما عندنا شيء. 10 كيلو يا بني آدم، 10 كيلو يا بشر، 10 كيلو في بشر جوا، لما تمطر المطر راهم ظناهم ما يمشيش المدرسة. يا سيد رئيس مصلحة الطرق والجسور في حكومة الوحدة وحكومة الوحدة الوطنية، راه ظنانا ما يقروش لما تمطر المطر، كان ظناك يقرو. راه نحن نطلع نلقوا زباط قدامنا، نلقوا ميه ما عندنا كيف نخشوا عليه هلنا، ولا نقدروا كيف نخشوا عليه. راه الغاز ما يوصلناش، راه البنزين ما توصلناش، راه الغاز ما يوصلش، لان الطريق مقطوعه، الطريق عباره. المقاول يشتغل ما يقارب عن 6 و7 كيلو وما عطاتليش فلوس، اللي هي شركه وادي سيف. لما جاوا المواطنين قالوا له انت تشتغل، قال لهم ما عنديش فلوس، راني نشتغل بجهدي. الرجل كان فيه السكر، كان فيه الضغط، وضعه مش تمام نتيجة لوعودكم اللي توعدوا فيها. ولكن يبدو أن من مميزات المسؤول الناجح الكذب عند المقدرة. أرجوكم كونوا صادقين في إعطاء حقوق الناس لهم. رجل اشتغل عقدين، 5 كيلو 5 كيلو، 10 كيلو 10 كيلو 10 كيلو في بلد بترولية، 10 كيلو في بلد بترول، وحلين فين؟ مقاول ما عطيتهم شيء، وقعدت العملية بتحكوا فيها بروحكم. معهم الناس يقطعوا في حطب متاع السيل اللي تحت منه، كانوا الناس موتة يقطعوا فيه عشان يديروا فيه فحم، لأن عارفين نحن الشتاء عندنا في الجبل الأخضر شنو. فاتقوا الله في هالبشر، اتقوا الله في هالبشر، لا إله إلا الله محمد صلى الله. إدارة الخدمة الاجتماعية بوزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة أطلقت حملة توعوية حول مناهضة العنف بالمدارس. التفاصيل في سياق التقرير التالي مع الزميلة نسرين العالم. تم إطلاق حملة توعوية حول مناهضة العنف بالمدارس من قبل إدارة الخدمة الاجتماعية بوزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة. شارك في إطلاق الحملة التوعوية من داخل مدرسة 20 فبراير الثانوية التابعة لمراقبة التربية والتعليم زوارة مدير إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم النفسي بالوزارة نادي البكوش. وأوضح بيان نشرته صفحة الوزارة على فيسبوك أن الحملة التي يجري تنفيذها بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومنظمة الصحة العالمية تستهدف إقامة ورش عمل للمعلمين والاختصاصيين الاجتماعيين والمشرفين والمسعفين الصحيين بمدارس التعليم الأساسي والثانوي. وتهدف الورشة إلى التأكيد على الدور الفعال لكل من المعلم الاختصاصي والاجتماعي والمرشد النفسي داخل المدارس في الحد من انتشار العنف داخل المؤسسات التعليمية. وأجمع الحاضرون على ضرورة نشر الثقافة والتوعية بخطورة العنف وسبل الوقاية منه، وقدموا مجموعة من التوصيات التي أكدت ضرورة تكاثف الجهود وإشراك كافة الأطراف المعنية بالمعالجة والاهتمام بشريحة الأطفال. حول هذا الموضوع تنضم إلينا مديرة مكتب الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم النفسي ماجدة الطيب. أهلا بك أستاذة ماجدة. لنعود بالذاكرة إلى قضية مدرسة أحفاد المجاهدين، وعلى أساسه وجهت وزارة التربية والتعليم طلبا إلى مديري مراقبة التعليم بالبلديات بإلغاء العقاب بالضرب أو الشتم أو التحقير، وهذا في العام الماضي وهو قريب جدا. هل التزم المعلم بهذا القرار كونه سيعرض نفسه للمحاسبة قانونيا واجتماعيا، والالتزام هو يعني نوع من أنواع الاحترام الذين يطالبون به؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا. بجد هو موضوع مهم جدا، لأن العنف داخل المدارس هو من أخطر أنواع العنف في المجتمع، كونه يجمع بين وجهتين للعنف، هي وجهة مجتمعية ووجهة مؤسسية، لأن العنف يمارس في أغلب الأحيان من أفراد المجتمع داخل مؤسسات تعليمية في إطار مؤسسات، يعني اللي هي المدرسة. خلينا نعرف شوية، العنف هو
أي نشاط في أي العملية التعليمية في المدارس يمكن أن يحدث في عدة في أماكن متعددة، وداخل الحرم المدرسي أو في الطريق إلى المدرسة أو من خلال الفعاليات الخارجية اللي تقيمها المدرسة زي الرحلات زي الزيارات برضو اللي يقوموا بها المدارس. بالنسبة للحد من ظاهرة العنف في المدارس أطلقت إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم النفسي مؤخرا حملة كبيرة بصراحة وتقوموا بها معظم المدارس. كانت هذه الحملة توعوية وتثقيفية، طبعا الحملة هذه استهدفنا بها الطلاب من خلال المرشدين النفسيين، من خلال أيضا الاختصاصيين الاجتماعيين، أعطوا دورات للمعلم الفعال فصل لمدراء المدارس في إن الأنف أغلبيته يعني يحدث من المعلم أو من مدير المدرسة. طيب تفضل. ورش عمل أيضا محاضرات توعوية محاضرات تثقيفية يعني ساهموا الاختصاصيين الاجتماعيين والمرشدين النفسيين نقدر نقول في من ظاهرة العنف السنة الماضية والسنة هذه بأكثر من نسبة 70%. طيب يعني الباب الثالث من لائحة شؤون التعليم العام رقم 779 لسنة 2018 عذرا حدد قواعد تهذيب سلوك الطلبة بالتوجيه والإرشاد والجزاء فقط. هل الباب الثالث مفعل برأيك؟ وما هي الحالة النفسية أو الضغوط الشخصية التي توصل المعلم أو المعلمة أن يمارس العنف على الطلاب بهذا المستوى من التعذيب؟ شوف نبدأ بسؤالك الأخير. أحيانا في عامل نفسي يجعل المعلم يتصف بالعنف يعني هذا من خلال الدراسات واللي احنا لاحظنا أحيانا ومش أحيانا هذه أزم أن الصفوف المزدحمة واللي غالب ما تتراوح فيها عدد الطلاب من 40 إلى 60 طالب أحيانا يدفع المعلم إلى تبني سلوك يتسم بالعنف والضرب، هو يقدر يسيطر عليه الفصل اللي يكون مزدحم بالطلاب. أيضا أحيانا بتكون البيئة المدرسية بيئة غير ملائمة لتحقيق الأهداف التربوية اللي هو بيسعى لها المعلم. أحيانا المعلم يمر بظروف مثلا كتهجير، يعني أن نقصد عليه مثلا فترة الحروب اللي فاتت، فهذه حتى هي يتسم هذا النوع من المعلمين بأنهم يكتسبوا سلوك عدواني، بالتالي يدفع به إلى أن يطبق عليه الطالب. هذا بالنسبة للعامل النفسي اللي يجعل المعلم يتصف بالعنف. احنا الوزارة أطلقت طبعا قانون للحد من العنف. أنا في رأيي أنه يجب على إدارات المدارس وضع مجموعة من القواعد الصارمة للحد من ظاهرة العنف في المدرسة وخلق جو آمن يتسم بالتعاون بين الطلبة والمعلمين، لأن الطالب يحتك بمعلمها ساعات طويلة أنت تعرف يعني داخل الحرم المدرسي. فعلى المعلمين استغلال هذا الوقت، كيف استغلاله؟ تطوير العلاقة بينهم وبين الطلبة، بتحدث معهم، تغيير سلوكياتهم. أيضا من الإجراءات المفروض أنها تتخذها جل المدارس في ليبيا الحبيبة هي توظيف رأس المدرسة، ويجب أن يقدموا برامج توعوية وتثقيفية لمكافحة العنف، مش للحد من العنف. في فرق بين أنك تحد منه وبين أنك تكافح نهائيا. أيضا يجب تقديم الدعم والرعاية لطلابنا وتشجيعهم على التحدث. هي هذه إحنا فعلينا بالنسبة لإدارتنا ديما نشجع كاختصاصي اجتماعي نقصد وكمرشدين نفسيين ديما احنا أداننا مفتوحة نشجعوا في الطالب على التحدث معنا يعني نوع من التفريغ النفسي. نعم. طيب لنتحدث عن وضع يعني المعلم في عام 2018، يعني الباب الثالث يتحدث عن التهذيب ويعني الإرشاد فقط، لماذا برأيك المعلم لجأ إلى العنف وهل هو ملتزم بهذا الباب أم لا؟ أنا قلت لك فيها نقاط جعلت المعلم أنه يتجه للعنف. واحدة من الأسباب أنا قلت مثلا الصفوف المزدحمة داخل المدارس، واللي زي ما أكتشفت
تتراوح مرات رو 60 طالب، يصعب عليك انك انت، انا مش دفاع عن معلم رو، انا مرشد نفسي في الاصل واختصاصي اجتماعي، اشتغلت 20 سنه اختصاصي اجتماعي، والان يعني انا مرشده نفسيه، فانا مش ندافع عليهم. بس لما يبدا الفصل مكتظ بالطلبه وهم على جميع المستويات وجميع السلوكيات، فمن الصعب جدا انك تسيطر على الطالب. من الصعب يعني لما يبدا 60 طالب. ايضا لما البيئه المدرسيه بتكون بيئه غير ملائمة، حتى هي هيك في نقطة مهمة يا ريت تتبناها الوزارة، وهي يعني بتبنيتها بس ريتها بتفعلها، ان كل معلم خاصة معلمين الفصول الأولى ضروري يعرفوا استراتيجيات التدريس. نعم. مش معلم يعني كونه حافظ جدول الضارب وكذا، لا، ضروري يعرف استراتيجيات التدريس، كيف يتعامل مع الطالب داخل الفصل، كيف يكتب الطالب نفسيا، كيف يبدا ما يخسرش نفسيا. نعم. طيب أستاذة ماجدة، نحن يعني نعم تفضلي، ننوه عليها، في علاقة واضحة بين العنف المدرسي وضعف التدني مستوى الدراسة في المواد الأساسية. أي طالب معنف تعنيف مدرسي تلاحظ أن أغلبيتهم مستويات بتاع التحصيل الدراسي ضعيفة جدا جدا. إن الطالب اللي يتعرض للعنف يبعد يعني بالعاميه، معش خاطره يقرا، معش خاطره يتابع الدراسه، ولا قادر انه هو يحب الماده اللي يعطي فيها المعلم المعنف، حتى ولو كان يحبها حيصير له تسرب لقدام. اغلبيه المعنفين، واحنا شفنا يعني حتى على المستوى الثانوي ودرنا دراسات في الجامعه، فالاغلبيه المعنفين اتجهوا للتعليم الحرفي. لان يعني عاده ما فيش في ما فيش احتكاك واجد بين الطالب والمعلم، ما فيش قواعد واجدة برضو، فتجاهل التعليم الحرفي واتجهوا الأغلبية مثلا التجارة، ويعني من الحاجات هذه، فالعنف يؤدي بنسبة 90% إلى تسرب دراسي. نعم. طيب نحن هنا نريد علاج يعني والحل، ولكن لا يمنع أن نستذكر بعض المواقف السلبية التي حدثت في السنوات السابقة، يعني طلاب يلقون على الأرض وهذا مهين، كذلك الضرب وعدم استيعاب حجم الضرر النفسي لطلاب، بالإضافة إلى وجود صور نشرت في السابق لطلاب قاموا بحلق شعرهم، كيف تتعاملون مع مثل هذه المشاكل؟ طبعا هي في اثار، في اثار جسيمه جدا جدا للعنف المدرسي ابداها من الاسره. الاسره احيانا الاسره تبعد مسؤوله عن اصلاح خطا زي اللي ذكرتها حضرتك. نعم. يعني خطا قام به معلم او قام به مدير مدرسه او قام به طالب اتجاه زميله، سواء كان تبدا الاسره هي مسؤوله عن اصلاح هذا. بنحكي لك على الاثار السلبيه للعنف المدرسي للاسره. فتقعد الأسرة مسؤولة عن إصلاح خطأ قام به معلم أو مدير، سواء كان هذا الخطأ علاجي يعني اتجاههم إلى مثلا مراكز تعديل السلوك، أو كان اتجاههم إلى محاكم يعني للشكوى ضد، ما احنا لاحظنا في سنة 2017 طالب تعرض في حلق شعره شفناها تقريبا على السوشيال ميديا، مما أدى إلى جرح فروة الراس بتاعها ونزيفها، يعني دخلوا أولياء الأمور إلى محاكم، أيضا أولياء الأمور يبعد يبذلوا في جهد ووقت من أجل تعديل سلوك أبنائهم، سلوك ابني اللي مثلا اللي جعله معنف، سلوك ابني اللي جعله يتسرب بالمدرسة وما عادش يبي يكمل تعليمه، هذا كلها آثار من العنف للأسرة. نعم. طيب نريد منك تعليق على موقف يعني انتشر في الأسبوع الماضي، مقطع فيديو لطلاب يريدون الاحتفال بمعلمة ودخلت إلى الفصل وفي يدها يعني أداة للتعذيب، ومن ثم اكتشفت أنهم يريدون الاحتفال بها، برأيك لماذا المعلم والمعلمة لا زالوا يحملون هذه الأداة؟ شوف انا قلت لك المعلم ضروري
يعرف استراتيجيات الفصل واستراتيجيات التدريس وكيف يتعامل مع الطالب نفسيا قبل ما يعلم الطالب. طبعا لو نقول لك حاجه ان المقطع هذا طبعا الاعلام ديما ليه تاثير ايجابي على احيانا يعني ليهم تاثير ايجابي على المتلقي. فلو نقول لك المشهد هذا تكرر في مدارسنا أكثر من ألف مشهد زيها أكثر من ألف مشهد أقصدوا به، وفعلا يعني كان من المشاهد المؤثرة اللي غير في سلوك معلمين القدام، خلاهم كأن احنا أعطيناهم تتعامل أو أن أعطيناهم محاضرة توعوية بالخصوص. واجد من مدرسين حتى الآن أنا أمس حاضرة موقف في فصل داير دوشة وكذا، فبترتب الأستاذة وشاد أطبه لما احنا طبعا بحثها لوحة طب وقلت لها لعل وعسى هم مدايرين لي حفلة فوق، فمانيش يعني رافعة الأداء، قصدي تعدل السلوك جد بنسبة 90%. أيضا بصدق يعني إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم النفسي بعد إطلاقها لمجموعة من الحملات واللي منها الحملة المناهضة ضد العنف، فأصبحت يعني الورش تقام، الحملات التوعويه، اصبح حتى المعلم اللي يستعمل العنف الان وسط المدرسه اصبح منبوذ. نعم. يعني ينظروا له بنظره الزراع، ينظروا له الطلبه توعوا الطلبه. نعم استاذه ماجده. نعم وصلت الفكره، اذا كانت معنا مديره مكتب الخدمه الاجتماعيه والصحه المدرسيه والدعم النفسي ماجده طيب، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا فصل قصير ومن ثم نعود، ابقوا في المشاهده. أهلا بكم من جديد. أقيمت بمدينة هون وبمركز تدريب المرأة للحياكة والتطريز دورة تدريبية مجانية في مجال الخياطة والتصميم، إذ تلقت عدد 48 سيدة هذه الدورة من أجل إفساح الطريق لهن في سوق العمل بعد اكتساب المهارات اللازمة التي تساعدهن في النجاح والعمل بشكل احترافي. بأياد مختصة في مجال الحياكة والتصميم والتطريز انطلقت بمدينة هون منذ شهر مضى وبمركز تدريب المرأة للحياكة والتطريز دورة تدريبية مجانية متخصصة في مجال الخياطة والتصميم، والتي تلقت من خلالها 48 سيدة بمختلف الأعمار أسس الخياطة والتطريز، لتدخل من خلالها كل متدربة تلقت هذه الدورة التدريبية إلى سوق العمل بمهارة عالية. تم افتتاح هذا المركز يوم 12/10/2023. أول ما قمنا بهذا المركز، لأن المركز يعتبر يعني مبدئي، يعني ما عندنا باش نتحركوا، لحد دعمنا الحمد لله، فتحنا فيه دورات للخياطة والتطريز وكان الإقبال فوق الرائع، فوق الجيد، فوق الجيد جدا ما شاء الله. عدد المتدربات فيها فتحنا دورة للخياطة ثلاثة دورات في اليوم، من الساعة 9 للساعة 11، من الساعة 11 للساعة 1، من الساعة 4 للساعة 6، و الإقبال كان رائع كما قلت. ما زال قاعدين في التسجيل، وما زال يعني دفعات وأتيات الخياطات بيخشن هذه الدورات. الدورة هذه اللي اليوم انتهت بفضل الله وبفضل مجهوداتنا وبفضل الأبلة الفاضلة فاطمة الشتلاوي، كانت المدربة الأولى، 42 48 متدربة الحين. تقوم أعمال هذا المركز على جهود ذاتية تواجه القائمة عليه تحديات كبيرة، وهنا تطالب إدارة المركز السلطات المحلية ببلدية الجفرة بتقديم الدعم اللازم لهذا المركز. من بلديتنا في هون وأي جهة
سواء كانت عامه ولا خاصه تدعمنا ولو بالقليل، حتى بالقماش احنا راضيين، باي حاجه حتى بالدعم النفسي احنا راضيين. لو ما دعمتنا بلديتنا صدقوني ما حنمشوا لقدام، لو بتقف معنا البلديه او غير البلديه حتكون لنا خطوه مباركه باذن الله، ولكن لو في خذول وفيه ركود صدقوني هون ما حتطلع للامام، ونبوا نطلعوا باي طريق حنطلعوا، سواء وقفوا معنا او ما وقفوا معنا حد، حنطلعوا بمجهوداتنا الذاتيه باش نعطوا هون المكان الصح بين البلدان الثانيات. دعم مثيل هذه المشاريع وإقحام خريجيه إلى سوق العمل سيحد من البطالة بشكل كبير، وهذا ما تطمح له إدارة مركز تدريب المرأة للحياكة والتطريز بهون، على أمل أن يتلقى الدعم والمساندة اللازمة من الجهات المعنية. لقناة WTV الزبير العربي، بلدية الجفرة. ضمن أنشطة جمعية بيوت الشباب الليبية انطلق منذ أسبوعين رحلة ضمت أكثر من 90 شابا من مختلف بيوت الشباب الليبية هنا ليبيا، وكب حفل استقبال المعتمرين تابعين لبيت الشباب هون. لنشاهد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في البداية نحن نشكر جمعية بيوت الشباب الليبية على هذا العمل اللي قامت به بالنسبة للشباب روافع وطموح، باعتبار أنهم طلعتهم من العمرة، فكانت جيدة وممتازة، وهذه تعطي ثقافة جيدة للشباب وكان هذا احتواء جيد للشباب، والحمد لله كانت ممتازة. والشباب الان فرحانين جدا، ونحن الان في اللحظه هذه كنا في استقبالهم استقبال جيد. كل اعضاء بيت الشباب هون والمنتسبين للجمعيه استقبلوهم في قدم البيت الشباب، فنشكر المره الثانيه والثالثه والرابعه جمعيه بيوت الشباب الليبيه على هذه اللفته الكريمه. اليوم تم وصولنا من رحله المشاعر المقدسه الاولى تتبع جمعيه بيوت الشباب الليبيه، كانت مده هذه الرحله اسبوعين، كانت بتنسيق جمعية بيوت الشباب الليبية. كانت الرحلة عبارة عن أن نزور بيت الله الحرام في مدة أسبوعين، هنا ومعايا 6 أنفار ثانيين بغير المدن الليبية، كنا احنا ممثلين لبيت شباب هون أنا و6 أنفار ثانيين، وكانت كل دفعة تحتوي على 90 شخص، ومازال فيه دفعات ثانية تحتوي كل دفعة على 90 شخص، كنا 4 دفعات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا الدكتور توفيق عجيلي عبد الدايم، أحد أولياء أمور الشباب المعتمرين. بداية نحمد الله على سلامتهم، ونتمنى لهم عمرة مقبولة. كل الشكر والتقدير لجمعية بيوت الشباب الليبية على هذه الأنشطة الحقيقة اللي لم تكن في الحسبان. هذه فرصة لشبابنا إنهم بالدرجة الأولى، هذه عمر كل إنسان يتمناها، ثانيا هذه فرصة ليهم إنهم يحتكوا ببقية الشباب في المملكة العربية السعودية، واحتكاكهم ببقية زملائهم من دولة ليبيا. كل الشكر والتقدير وعيد لبيت شباب هون واللي على رأسهم أستاذ عثمان وأستاذ فايز وكل الشباب اللي كانوا لهم اليد يعني القوية في 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 هذه الأنشطة. أقيمت بمسرح مدرسة سرت المركزية ورشة عمل للتعريف بغرفة المصادر المنتسوري، نظمها مكتب تعليم وإدماج الفئة الخاصة بالمراقبة تحت عنوان المنتسوري وأهميتها في تنمية قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة. وتضمنت المحاضرة استعراضا لمفاهيم المنتسوري وأساليب التدريس الخاصة به وكيفية تطبيقها في غرف المصادر بهدف مساعدة معلمي الفئة الخاصة بالمؤسسات التعليمية. أحمد صالح أبو خريص، مدير مكتب تعليم واندماج مكتب الفئة الخاصة بمراقبة التعليم سرت. في هذا اليوم تم استعدادنا لورشة عمل
بعنوان غرفة المصادر بقطاع المنتسوري ودورها في تنمية مهارات ذوي الاحتياجات الخاصة. تمت دعوة كبيرة لعدد من الجهات ذات الاختصاص على رأسهم جامعة سرت كلية التربية، عدد من الدكاترة الذين حضروا معنا ويحضرون معنا في هذا اليوم، إضافة لذلك صندوق التضامن الاجتماعي وعدد من مدراء المدارس ومعلمي الفئات الخاصة لما لهم من أهمية في الحضور لكي يتم الاطلاع على غرفة المصادر وانتشارها الواسع داخل مدينة سرت. فالصفة متدرب في على قطاع المنتسوري. اليوم استهدفنا في ورشة العمل عدد من معلمين الفئات الخاصة وجامعة سرت والتضامن، ونشكرهم على الحضور. وهي ورشة العمل بعنوان غرفة المصادر بقطاع المنتسوري ودورها في تنمية مهارات ذوي الاحتياجات الخاصة. اليوم معنا معلمين الفئات الخاصة اللي هم نعرفهم على غرف المصادر، وقمنا بدورات تدريبية لمعلمين الفئات الخاصة في الأسابيع الماضية، ووظيفتها هي غرف المصادر تنمية المهارات ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي تتكون من الركن الحسي وركن الرياضيات وركن اللغة. من ضمن البرنامج الذي يشرف عليه جهاز دعم وتطوير الخدمة العلاجية بتوطين العلاج في الداخل، تتواصل عملية قسم العظام بمستشفى الخمس التعليمي إجراء عمليات تغيير مفاصل الركبة والكتف والتي تجرى لحالات الانتظار المجدولة بالمستشفى. بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور مصطفى محمد صغير رئيس الفريق الطبي الموجود حاليا في مستشفى الخمس التعليمي لإجراء عمليات مفاصل، تغيير مفاصل الركبة والورك والكتف. طبعا تأتي هذه الزيارة ممكن رقمها 6 أو 7 لمستشفى الخمس التعليمي، أجرينا خلالها أكثر من 60 عملية تغيير مفصل بين مفصل ركبة وورك وكتف. طبعا الحالات المستهدفة هي الحالات اللي طبعا من ضمن قوائم الانتظار الموجودة داخل المستشفى. يأتي هذا البرنامج من ضمن برامج اللي يرعاها جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية لتوطين العلاج بالداخل. طبعا الحالات المستهدفة الحالات اللي تشتكي من تسوس واحتكاك وقصر في مفاصل الكتف والحوض والركبة، تستخدم أفضل الشركات الأمريكية لتغيير لإجراء مثل هذه العمليات. طبعا نشكر جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية لتوفير إجراء مثل هذه العمليات داخل المستشفيات العامة في ليبيا، وتوفير كافة التجهيزات اللازمة لإجراء مثل هذه العمليات. نشكر مستشفى الخمس التعليمي للاستضافة الخامسة أو السادسة، واللي يوفر البيئة المناسبة لإجراء هذه العمليات. المرضى المستهدفين طبعا من يوم أمس موجودين في المستشفى، وتم تحضيرهم وتجهيزهم من قبل الكادر الطبي داخل المستشفى. والله الحمد بدأنا اليوم، منذ بداية اليوم المستهدف حوالي 10 عمليات تغيير مفاصل ومستمرين. الشكر موصول لإدارة المستشفى ولإدارة الجهاز ولكم، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. دكتور أسامة الساكت، مدير عام مستشفى خمس التعليمي. طبعا اليوم تستمر عملية زراعة مفاصل الركبة والحوض ضمن برنامج التعاون مع جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، وذلك لاستمرار في سياسة تفعيل العلاج بالداخل والرفع من كفاءة الأطقم الطبية وتدريب الأطباء بالداخل. الحمد لله احنا لنا أكثر من شهرين متعاونين مع الجهاز. الحمد لله وصلنا تقريبا إلى إنجاز 47 حالة ما بين مفصل ركبة ومفصل حوض. طبعا لازالت قوائم انتظار طويلة عندنا، وإن شاء الله لازال الشغل مستمر مع الطاقم الطبي بالجهاز والطاقم الطبي بقسم جراحة العظام بمستشفى خمس التعليمي. نتأمل إلى فتح مجالات أخرى مع جهاز دعم وتطوير خدمات الطبية
مجالات عملية القلب وبعض المجالات الأخرى التي سيتم في الاجتماع القادم الاتفاق عليها إن شاء الله. نسأل الله التوفيق في هذا العمل والشفاء لجميع المرضى. وبهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا، على أمل اللقاء بكم مجددا. تقبلوا تحياتي، أنا محمد نالي، دمتم في أمان الله.